السلام عليكم أصدقائي ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم إن شاء الله غادي نشوفو إكزامبل ديال إيفاليسيون ديغنوستيك ديال دوزيام أني بريمار CE1. ألوغ كيف ما تتعرفو حنايا مقبلين على الدخول المدرسي إن شاء الله، وأول حاجة كنديروها فاش كنبداو هي إيفاليسيون ديغنوستيك. علاش نديرو إيفاليسيون ديغنوستيك؟ سي بوغ إيفاليي لو نيفو ديال لي زالاف، باش نعرف النيفو ديالهم وعلى حسب هذاك النيفو كنخدم. الوغ بالنسبه للوليدات اللي طلعوا عندي من السبي، كيف ما كتعرفوا هما باقيين ما تيعرفوش بزاف ديال الحوايج في السبي، ما تيكونوش يقراو لي كور دو لانغ، يعني كنبقاو تندوزو ليهم لي كور دو لانغ دون مانيير امبليسيت ما بيناش. باغ اكزومبل تنقول له تيولي تيفرق ليا بين لو فيمينان لو ماسكولان بداك ان و اون، ولكن ما تنقولش هاد الدرس ديال الكرامير ولا بدي ولاي لو بلوريال لو سينغولي. الوغ هي تندوز لهم داكشي بطريقه غير مباشره، داكوغ. وبالنسبه ل شنو سندير في ليفاليسيون ديغنوستيك بالنسبه لهاد المستوى هذا؟ الوغ بالنسبه ليكسبريسيون اورال شنو نقدر ندير؟ سو بريزونتي، سيتي لي جور دو لا سيمين انسي كو لي موا دو لاني، نشوفهم واش عارفينهم، نومي لي كولور، reconnaître et nommer des objets de fourniture scolaire et du mobilier de classe, parler de l'école. Je vois qu'il a fait s'exprimer. Alors le fait d'il un an où tu veux mettre les cheveux aller aux toilettes ou là je vais boire ou là je vais remplir ma bouteille. Alors tu es clair, mais tu as pas la façon. Voilà, tu ne peux pas dire l'expression orale. بالنسبه للكريتور لحقاش لي فاليسيون ديغنوستيك كنديرها في ليكسبريسيون اورال، في ليكريتور ولا ليكتور. قلنا لي كور دو لانغ ما تنديرهاش فيهم لحقاش ما في السي بي ما قراوش لي كور دو لانغ باش نقدر انا نيفاليو في شي حاجه اللي هو ما قراهاش، داكوغ. بالنسبه للكريتور تنعطي ان موديل و تنشوف واش يقدر يكتب سون ديباسي لي زانترلين، واش كيحترم ليا لي لين و لي زانترلين، واش كيكتب مزيان واش لا، فهادي ساهله. بالنسبه لا ليكتور نشوف واش كيقدر يقرا دي سيلاب، من دي سيلاب ندوز لديمو، من ديمو ندوز لدي فرا سامبل، اي فوالا. بالنسبه لدي زيكزارسيس اللي نقدر نديرهم معاه باش نزيد نشوف النيفو ديالو، الوغ انا غادي نوريكم ان موديل. الوغ انتوما على واحد لو موديل جو بارل ان تري. الوغ شنو هو الهدف من هاد ليكزارسيس هذا؟ هو نعرف نشوفو واش كيعرف يفرق ليا بين لي فوايل و لي كونسون. بيان سور هنايا غادي با جو بارل ان تري ولا نعطيه لي فوايل كاملين وندخل فيهم دي كونسون وندير جونتور لي فوايل بحال هاد ليكزارسيس هذا. جونتور لي فوايل الوغ هادو ديجا دي كونترول لي دارو في سي بي وكناخدو منهم كلكو زيكزارسيس لي نقدرو نعاودوهم معاهم. دوزيام اكزارسيس هانتوما j'écris un ou la D. Un garçon, des garçons. Je cherche le chiffre qui est le singulier ou le pluriel. Ou alors, le féminin ou le masculin. Ah ouais, exercice un. Je coupe les mots en syllabes. Alors, je vais vous faire un exercice. L'objectif de l'exercice, c'est de savoir ce qu'est une syllabe. Ce qu'est-ce que je peux faire le mot en syllabe. Ou khasso yarf liya bli ou yarf bli consonne plus voyelle katatani syllabe, voyelle plus consonne tayi katatani syllabe, syllabe plus syllabe katatani un mot. Voici un autre exercice. Je forme trois mots avec les syllabes suivantes. Alors hanaya indi des mots li mkharbqin ou ma dak saa yibqaw tiqalbou bach yilqaw liya des mots min hadouk les syllabes. Hawa le même exercice ghir les mots li mbedlin. بالنسبه لهاد دوزيام اكزرسيس جو ديكوب لي مو اون سيلاب. الو انا تنعتمد بزاف على فحال هاد التمرين. علاش؟ لحقاش ديكوباسيون اون سيلاب كتعاونهم حتى بالنسبه للكلام اللي عندهم تاع التراث في لا ليكتور كتعاونهم بزاف وكتسهل عليهم يقراو لو مو. بالنسبه لهاد التمرين جيكري لا فراز اون نوت، نعطيهم اون فراز سامبل اللي مخربقه وهما داك الساعه يحاولوا يدبزوا معاها باش يرتبوها. كاينين عاوتاني دي جو دو كولورياج هما دابا في سي بي باش الناس منها يوليو تيبغيوكم ويتعودوا عليكم، شي حاجه اللي كيخدم عقلو و اون ميم طون هو تيلعب.
عاوتاني هذا جو كولوري لو مو فيمينان اون روز اي لو مو ماسكولين اون بلو نشوف واش يفرق ليا بين لو مو فيمينان واش يفرق بين لو فيمينان لو ماسكولين او لو فيمينان داكور بالنسبه للادجكتيف حتى هو ما نساش ندير نبدا بدي سيلاب بوي دي مو بوي اون بيتيت فراز في انتظار انني نوجد لكم موديل واحد اخر ان شاء الله قريبا كنقول لكم كيف ما العاده كنتمنى لكم فتكم مرحبا بالملاحظات ديالكم ونتلاقاو في فيديو واحد اخر ان شاء الله الى اللقاء